الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا عبرة المؤمنين، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة. غريب يا مظلوم كربلاء، ما خاب سيدي من تمسك بكم، أمين من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. حي بالحزن والدموع السجام، حي بالحزن والدموع السجام، كربلاء واندب الشهيد الضامي. حي بالحزن والدموع السجامي، كربلاء واندب الشهيد الضامي. حل في ربعها الحلال، ولكن حل من كل راحة في حرامي. عود ليش؟ حي بالحزن والدموع السجامي، كربلاء واندب الشهيد الضامي. حل في ربعها الحلال، ولكن حل من كل راحة في حرامي. حيث لاذت به عقيلة فهري، ولهذا حل من كل راحة في حرامي. شوف الشاعر شو يقول. حي بالحزن والدموع السجامي، كربلاء واندب الشهيد الضامي. حل في ربعها الحلال، ولا حل من كل راحة في حرامي. حيث لاذت به عقيلة فهر، بأسا ضاق عنه فصل الكلام. الله الله، بأسا ضاق عنه فصل الكلام. ورأته بين القنا والمواضي زينب رأة الحسين، ورأته بين القنا والمواضي، أرأيت الهلال بين الغمام، أرأيت الهلال بين الغمام. فدعته ابن أم، إن كنت حيا دمت حيا وللحقيقة حامي، فاشحذ السيف للدفاع وسكر روع غاذ النساء والأيتام. سوى فتراه طورا يقوم وطورا يقعد الضعف فيه دون القيام، فتراه طورا يقوم وطورا يقعد الضعف فيه دون القيام. اعفني اعفني فقد ضقت ذرعا، لا تسلني عما جرى في الختام. ليش يا شيخنا؟ لا تسلني عما جرى في الختام. أتراني أتراني أتم حادثة السبط، لعلي أموت قبل التمام. الله الله، لعلي أموت قبل التمام. شلون يا شيخ؟ وضح. يقول من هوان الدنيا على الله يبري بشباغ شمر كريم الإمام. من هوان الدنيا من هوان الدنيا على الله يبري بشباغ شمر كريم الإمام. من أواني الدنيا على الله يغدو، صدره موطئا لخيل الطغام. يا حسين، من أواني الدنيا على الله يغدو، صدره موطئا لخيل الطغام. بعد من أواني الدنيا على الله يعلو، رأسه الرمح سائرا للشام. من أواني الدنيا على الله يعلو،
رأس غرمح سائرا للشام من أوان الدنيا من أوان الدنيا على الله يعلو رأس الرمح سائرا للشام من أوان الدنيا على الله تسبى زينب الطهر للعلوج اليابي مو من هوان الدنيا من هوان الدنيا على الله تسبى زينب الطهر للعلوج اليابي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون أحبابي البارحة وصلنا إلى ارتباط بحث إمامنا المهدي عليه السلام بسيد شباب أهل الجنة الحسين، ولهذا اخترنا بحث الإمام المهدي عليه السلام في ليالي عاشوراء. أسترعى انتباهكم رجاء، هواي وصلتني رسائل مشجعة على البحث. أنا أقول خافاي الأبحاث التعب الإخوة ما لهم خلقها، بس قاعد تجيني رسائل مشجعة كثيرة تعطيني عزم على إكمال البحث. البارحة قلنا بحث الإمام المهدي يرتبط بالإمامة بشكل عام ويرتبط بالحسين بشكل خاص. شلون يرتبط ببحث الحسين بشكل خاص أو يرتبط بالإمام الحسين بشكل خاص؟ قلنا من خلال حيثيات متعددة. البارحة بينا بعض الحيثيات، ما بقي في ذهني منها أن الإمام المهدي هو المنتقم من قتلة الحسين، وأن دم الحسين لن يسكن، يعني راح يبقى يغلي حتى يظهر المنتقم لدمه سلام الله عليه. هذا البارحة بينا. من حيثيات ارتباط الإمام المهدي بالحسين عليه السلام أنه الإمام المهدي يظهر في يوم عاشوراء اللي في الرواية ورد السبت. طبعاً اجتني أسئلة البارحة كثيرة، وهذا يفرحني، طرح الأسئلة يفرحني، معناه أكو انتباه، أكو طرح إشكال وهكذا، فيفرحني أنه ألم يرد في زيارة الإمام المهدي عليه السلام عن يوم الجمعة وهذا يومك المتوقع فيه ظهورك، فإذا كان يوم الجمعة متوقع فيه ظهور الإمام عليه السلام فشلون أنت البارحة قلت السبت يوم عاشوراء والإمام المهدي يظهر السبت وإحنا نسلم على الإمام بزيارته أنه يوم الجمعة واسمعنا يوم الجمعة؟ شوفوا إخواني، باوعولي أرجوكم، باوعولي. الورد في تراثنا في نصوصنا الإمام يظهر الجمعة، والورد في نصوصنا الإمام هم يظهر السبت. واضح الكلام؟ هذا ورد وهذا هم شنو ورد. وأنا البارحة قريته السبت، قريته من مصدره، يعني مو حتى اعتمادا على ذاكرتي حتى أكون مشتبه، قريته من المصدر. هذا وارد، هذا وارد. هنا شلون نتعامل ويا الاثنين الواردات؟ هذا وارد جمعة، هذا وارد سبت. أكو عدة طرق للتعامل، الكم خلق السمعوني ولا؟ طبعا هو البحث هنا راح يصير تخصصي، بس أنا ما راح أطرحه بصيغته التخصصية، راح أطرحها بشكل بسيط جدا بحيث حتى أولادنا الزغار الحاضرين، أطفال الحاضرين هم إن شاء الله يفهمون الكلام. راح أنزل بالمستوى إلى أقل درجة. إحنا لما تجينا روايات من هالنوع من هالشكل، يعني بيها رواية تقول هتش ورواية تقول هتش بنفس الموضوع، علماءنا شلون يتعاملون وياها؟ يرجعون مثلا إلى سند هاي الرواية وذيك الرواية.
إذا كان سند هذه الرواية ألف أقوى من سند الرواية باء، فإلمن يوافقون الرواية شنو؟ ألف. يعني ليش أتعبكم؟ عوف ألف عوف باء. رواية المهدي عليه السلام الجمعة، رواية الإمام المهدي يظهر السبت فرضا على سبيل المثال. لما يجن أمام علمائنا شو يسوون؟ يراجعون سند الروايتين، هذا الروايتين سندهن قوي، يو الروايتين سندهن شنو؟ ضعيف. يو وحدة من الروايتين سندها شنو؟ قوي، وسند الأخرى شنو؟ ضعيف. كل فرضية من هاي الفرضيات إلها شنو؟ إلها طريقة في تعامل العلماء معها. زين، طبعاً هذا إذا لم يمكن الجمع بينهما، إذا أمكن الجمع خو نور على نور. يعني أنا شفت وجه من وجوه اللي يخليها علماءنا أنه الجمعة يوم السبت، علماءنا يقولون الإمام عليه السلام يكون في الكعبة يوم الجمعة ليلاً، ولكن حركته وانطلاقته وإعلان نهضته وقيامه يكون إيش وقت؟ السبت. فالرواية هناك لما تقول أو الزيارة أنه يوم الجمعة يوم ظهور الإمام عليه السلام مثلاً، بمعنى أن الإمام عليه السلام يكون موجود في الكعبة يوم الجمعة، ولكن الإمام يظهر أمره ويعلن شعاره ويطلق قيامه إيش وقت؟ يوم السبت. بالنتيجة إذا أمكن الجمع بينهما من خلال وجه من الوجوه تم الجمع كما بينت لكم الآن. إذا لم يمكن الجمع يرجعون علماءنا إلى سند هاي الرواية وذيك الرواية، فيقدمون الروايات شنو؟ الأقوى سنداً، واللي مضمونها يتلاءم مع زيارة أخرى، قرينة منا، زيارة منا، رواية أخرى وإن كانت ضعيفة منا. ما أدري واضح ولا؟ أقول هسه هذا شوية بحث تخصصي، ما أريد أدخل بتفاصيله، أنا أتعب لكم أم أتعبكم، هذا مو محل المنبر. يمكن الجمع بين يوم الجمعة ويوم السبت من خلال الوجه الذي بينته لكم. جيد، هاي هم انتهينا منها باعتبار اجتني أسئلة البارحة على ذلك. ما أدري هسه كم سؤال إجاني نسيتهم والله، كم سؤال آخر هم إجاني الآن مو بالي أثناء البحث، إذا ذكرتها من جاوب عليها إن شاء الله تعالى. أقول حيثية تربط بين بحث الإمام المهدي والحسين، حيثية أخذ الثار والانتقام من أعداء الله، حيثية أخرى الإمام يظهر في يوم الحسين، في يوم شهادة الحسين صلوات الله وسلامه عليه، حيثيات أخرى ذكرنا بها. وصلنا إلى الآتي، وقت ما عندي، رواية من الروايات قلت لكم أريد شوية أتوقف عندها. شنو تقول الرواية؟ الرواية تقول الآتي: لما قتل الحسين ضجت الملائكة وخاطبت الله: إلهي أيفعل ذلك بابن حبيبك وبحبيبك؟ ويصير هذا الاعتداء الصارخ على الحسين. ومو فقط الملائكة، بقية الروايات تقول الخلائق كلها ضجت إلى الله. رب العالمين هدأهم، بمنو هدأهم؟ الرواية تقول كشف لهم عن الأئمة اللي يجون من بعد الحسين، من صلب الحسين، وكان الآخر منهم وهو إمام زماننا قائم يصلي، قال لهم بهذا أنتقم من أولئك، بهذا أنتقم. فأنتوا شوية صبروا، شوية هدؤوا، لأن أنا سأنتقم للحسين بهذا القاعد يصلي، الإمام الأخير القاعد يصلي راح أنتقم به للحسين من أعداء الحسين. شوفوني، هذا بحد ذاته يخليني شوية أركز على هاي المعلومة، أنه الملائكة ضجت، بل مو فقط ضجت، وإنما كلمت ربها وسألته أنه كيف ترضى يا رب ما يجري على الحسين عليه السلام. هذا مو فقط في هذه الرواية، هذا وارد في روايات أخرى كثيرة ومهمة، والروايات الأخرى هم تقول نفس الشيء، أن الخلائق كلها ضجت بحيث رب العالمين صبرها وسكنها وسكتها وهدأها وما شئت فعبر. يعني هذا حالة الغضب اللي صار عندهم، أو حالة الهيجان صار عندهم لقتل الحسين، اتطلبت تدخل رب العالمين. هذا ما ورد في رواية واحدة، بل في شبكة روايات وزيارات، وهاي الزيارات والروايات باع
بعضها يقوي بعضا وبعضها يعضد بعضا. ولهذا مو من الممكن وليس من السهولة أن نشكك بهذا الأمر، لأن هذا ما وارد بطريقي وبطريقين وبثلاثة وبس برواية، بل روايات وزيارات هلم جرة، وهذا كله بعضه يقوي بعض. التفتوني هسه تقول لي مثلا وين وارد؟ الله، هذا هنا أنا كلام مهم راح أقوله. هذا بين يدي كامل الزيارات لابن قولويه بتعليق. طبعا لعلم الإخوة، ابن قولويه أستاذ الشيخ المفيد، ابن قولويه أستاذ منه؟ الشيخ المفيد. هذا الكتاب كامل الزيارات بتعليق الشيخ محمد باقر المجلسي رحمه الله صاحب البحار، وتعليق الشيخ عبد الحسين الأحمد الأميني صاحب الغدير. يعني كامل كل شيء. تفتولي عندي حكي مهم الليلة. يعني هذا الكتاب بتعليق علمين من أعلام الشيعة مهمين، العلامة المجلسي، طبعا تعليقات العلامة المجلسي ماخذيها من البحار يعني، أما الشيخ الأميني صاحب الغدير لا، هو علق وحش على كامل الزيارات على وجه الخصوص. التفتولي كامل الزيارات أكو بحاشيته رواية نقلها أو أدرجها ضمن كامل الزيارات، يظهر تلميذ ابن قولويه ويقول، طبعا هاي الرواية قبلها علماء الشيعة واستشهدوا بها بمصادرهم وسمعناها منهم، يعني دائما تجري على ألسنتهم، وهي جيل بعد جيل يتناقلها العلماء في كتبهم ويذكروها على ألسنتهم ويستفيدون منها ويقوون الشيعة بها، فهي مورد قبول وتسليم علماء الشيعة. تلميذ ابن قولويه يقول أنا قرأت هاي الرواية على صاحب الكامل وعلى أساس هو يدرجها بكتابه، ولكن عاجلته المنية فأنا خليتها بالكتاب. يمكن عافوني الإخوة وياي. طبعا هاي الرواية لقيت الإمام في أولها يبين أهميتها، ولقيت الإمام في آخرها يبين أهميتها. بتعبير آخر خلي أوضح الفكرة قبل لا أحكي، ما بدي أتعبكم. شوفوا إخواني، بعض روايات أهل البيت الإمام يقول كلامه وما يعلق عليه، كلام يقوله طلب العلم، النبي طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة والسلام، والجماعة نقلوها عن النبي، اتفقنا يوم ما اتفقنا، اطلب العلم ولو بالصين، انتهى الموضوع. مو شيء هسا عن النبي أمير المؤمنين المرء مخبوء تحت لسانه، انتهى الموضوع. هاي أهل البيت أكو عندهم كلام هالشكل النبي وآله، أكو بعض كلماتهم لا، أهل البيت من يقولوها يخلون وراها تعليق حتى يدل على أهميتها وخطورتها. مو معنى ذيك مو مهمة، بس هاي بنظرهم أهم في مجالها، ولهذا يضيفوا لها تعليق برا الرواية، يضيفوا لها تعليق يبين أهميتها. هسه تقول لي الحكي مو واضح، جيب مثال حتى يتضح. أجيب مثال، شوفني شوفني. مثلا الإمام عليه السلام الصادق يقول نفس المهموم لظلمنا تسبيح. أنت من تشيل هم أهل البيت هذا نفسك اللي يصعد تسبيح، ينزل تسبيح. هيك الإمام الصادق يقول نفس المهموم لظلمنا تسبيح، وهمه لنا عبادة، وكتمان سرنا جهاد في سبيل الله. الدور ايش قال الإمام الصادق؟ ما اكتفى وسكت، قال للراوي اكتبه عني بماء الذهب. ما ادري وياي. الإمام علق على الكلام يوم ما علق، علق حتى يبين شنو؟ ليش ما تجاوبوني؟ أهمية هذا الكلام، نفس المهموم لظلم أسبيح حمنا عبادك تمام سرنا جهاد، قال اكتبه عني بماء الذهب. هذا يبين أهمية الكلام، بحيث الإمام الصادق يقول لك اكتبه بالذهب. زين أجيب لك رواية أخرى، رواية طويلة الذيل ما أقدر أهم أقولها على المنبر، مشكلة هذه. رواية طويلة وهي رواية الطينة، رواية الطينة وهي عبارة، رواية الطينة عن خزان أسرار
والله خزان مال أسرار. تعرف شنو؟ مستودع أسرار حديث الطينة، وصعب حديث الطينة، وبيانه جدا صعب، وإذا واحد يقراه على المنبر إذا ما يكون ثقيل الوزن بالعلم يفهم منها الجبر، وتحتاج إلى صاحب عمق يقدر يوضحها، مو كل واحد مثلي من العوام يقدر يفهمها، مو بهالشكل، يحتاج ناس أهل ثقل بالعلم بالوزن العلمي. طاوعوني، هاي الإمام عليه السلام قالها الواحد من أصحاب حديث الطينة، ثم ماذا قال له في آخرها؟ قال له خذها فإنها من أسرار آل محمد. هسه هذا التعليق في آخرها يدل على شنو؟ ها؟ خطورتها، أهميتها، ثقلها. وش تقول عنها قليل؟ حديث الطينة شو تقول عنها قليل؟ مستودع أسرار، مستودع علم. ولهذا الإمام هم يعلق عليها، يقول له هاي من أسرارنا، أو يقول له اكتبها بماء الذهب. أجيب لك مصداق ثالث أو مثال ثالث حتى كلش تنتبه لي وأجل هاي الرواية. مصداق الثالث: من تغبرت قدماه في زيارة ابن مارد، من تغبرت قدماه في زيارة أمير المؤمنين كتب الله كذا كذا كذا، بعدين هم يقول له بماء الذهب. بماء الذهب، هاي هذا الحديث يكتب شنو؟ بماء الذهب. هذا يدل على أهميته. هاي الرواية الأرض أقرأ لك إياها، الإمام في أولها يقول للراوي، يقول له يا زائدة هذه من نخب آل محمد، وبآخرها يقول له لو سنة السافر في طلب هذا الحديث ما تنطي حقه. فالإمام بيّن أهمية الرواية في أولها، قال له هاي بنخب آل محمد بخزائنهم، أكو عندنا خزائن مال علوم، هاي الرواية من خزائننا. وبآخر الرواية يقول له لو سافر سنة حتى تحصل هاي الرواية ما تطيها حقها. فالإمام يبين أهميتها في أول الرواية وفي شنو؟ وفي آخرها. يعني إيش قد مهمة الرواية؟ إيش قد مهمة الرواية؟ يعني أسألكم بالله، مو حرام على شيعي ما يسمعها؟ كلها أقدر أقراها؟ لا، ثلاث صفحات أربعة ما أقدر، راح أخذ منها محل الشاهد. شنو محل الشاهد؟ أن الكائنات كلها ضجت يوم العاشر، بحيث رب العالمين قالهم أنا الجبار، أنا القادر، أنا اهدؤوا الحسين ناخذ ثارة اهدؤوا. فمن خلالها تعرف شنو صار يوم العاشر، وتسكين كل ما جرى يوم العاشر كان بإمام زمانكم. وهذه الحيثية أو شو تعبر، هذا الأمر يربط بين الإمام المهدي من جهة، جاوبني، والحسين من جهة. هسه تشوقت للرواية يوم ما تشوقت، أقرأ شوية منها، خل أقرأ لك منها. مثلا في أول الرواية شوف، طبعا هو بالبداية الراوي يذكر، مشكلة تعال شنو أبين وشنو أترك، للحسين بن أحمد المغيرة في كذا، شيخنا مصنف هذا الكتاب وهو عن زائدة عن مولانا علي بن الحسين، ذهب على شيخ يضمن كتابه وما يغذي هذا الباب ويشتميل حكي طويل عريض. يقول أنا كلمت أستاذنا اللي هو ابن قولويه أن هاي الرواية مسندة وسندها محترم حتى يضيفها بكتابه. آخر شيء يقول: من تصنيف هذا الكتاب ليدخله فيه فيما قضى ذلك وعاجلته منيته رضي الله عنه وألحقه بمواليه. ولهذا التلميذ يقول أنا ضفتها زين، وهذا الحديث داخل فيما أجاز لي شيخي، وقد جاء إلى أن كلام طويل قال علي بن الحسين. خل نبدي قال منه؟ علي بن الحسين عليه السلام: بلغني يا زائدة أنك تزور قبر أبي عبد الله الحسين. الإمام السجاد يقول للزائدة: وصلتني أخبار أنت شنو؟ أنت تزور الحسين أحياناً
احيانا انت تزور الحسين، فقلت ان ذلك لك ما بلغك. يا ابن رسول الله الوصلك صحيح، اني ازور الحسين ببعض الاحيان. اسمعوا يا زوار الحسين، اعرفوا قيمه زيارتكم للحسين، تزورون وترجعون ما عارفين قيمه زياره الحسين. نروح هيك ونرجع بسهوله. حرمات، عرفوا قيمه ما تفعلونه. الامام يقول له وصلني خبر انت تزور الحسين ببعض الاحيان، صحيح؟ قال له صح يا ابن رسول الله، انا ازور الحسين ببعض الاحيان. زين، فقال لي فماذا تفعل ذلك ولك مكان عند سلطانك الذي لا يحتمل احدا على محبتنا وتفضيلنا والى اخره. زائده مو انت السلطان يحترمك والسلطان ما يحبنا. زين انت من الزور الحسين، مو خاف هذا السلطان يغضب عليك شيء تزور جدي الحسين، والدي العفو، تزور والدي الحسين، مو خاف هذا ياثر عليك، خاف هذا يعرضك للخطر، فانت شلون تزور الحسين ولك وجه عند السلطان والسلطان ما يحبنا ولا يحب زياره الحسين، فانت شلون تزور؟ الامام يريد يشوفه، يريد يختبره، يريد يشوفه. باوعلي، فقلت زائده والله ما اريد بذلك الا الله ورسوله. اني ازوركم اريد بذلك شنو؟ رضا الله تعالى بزيارتكم. السلطان خلي يغضب، غضبه الغضبه، غضبه الغضبه، هسه السلطان يقدم ياخر السلطان، المهم الله يرضى مو السلطان يا ابن رسول الله. فانا من ازور والدك الحسين اريد رضا الله ورضا جدك محمد، لان ادري محمد يرضى عني بزياره الحسين. زين التفتوا لي، ولا احفل بسخط من سخط. ما يهمني السلطان يرضى لو ما يرضى، هذا شيء ثانوي عندي، المهم الله ورسوله يرضون. زين شلون حكي هذا؟ ولا يكبر في صدري مكروه ينالني بسببه. يا ابن رسول الله هم السلطان اذا غضب من بعد غضب السلطان شنو يجري علي؟ هذا ما يكبر بصدري بل يكون عندي قليل. شنو يجري علي بسبب زياره الحسين؟ اعتبره كبير يا قليل، يعني يسجنوني اعتبره قليل، يجلدوني اعتبره قليل، ياخذون مالي اعتبره قليل، يعرض حياتي للخطر من ازور والدك الحسين اعتبره هذا قليل. شو يصير علي بزياره الحسين؟ اعتبره قليل وازور والدك الحسين. زين فقال، شوف الإمام السجاد شو يقول له، والله إن ذلك لك ذلك. صدق أنت هتشي؟ والله أنت هتشي؟ الإمام يقول له صدق أنت هتشي؟ إيش قال؟ قال له والله إن ذلك لك ذلك يا ابن رسول الله، أنا هذا اللي بقلبي والله صادق بي. فقال أبشر، ها يقولها ثلاثا وأقولها ثلاثا. الإمام يقول له صدق هذا اللي بقلبك تزور الحسين حتى الله يرضى محمد؟ إيه يا ابن رسول الله. صدق هذا اللي بقلبك أن السلطان ما يهمك حتى يسخط عليك؟ إيه يا ابن رسول الله. صدق هذا اللي تقوله من تزور الحسين شنو يجري عليك تعتبره قليل حتى إذا كان بي يعني حياتك في خطر مالك كذا؟ إيه يا ابن رسول الله. يقول قال لي والله صدق هذا اللي تقوله؟ قلت له والله صدق، والله صدق، قلت له والله صدق، والله صدق، قلت له والله صدق. يقول ثلاث مرات يعيد علي وانا اجاوب نفس الجواب. فقال لي ابشر ثم ابشر ثم ابشر. اذا هذا اللي تقوله صدق مثل ما تقول ثلاث بشارات، ابشر ثم ابشر ثم ابشر، لانك تزور الحسين لرضا الله ورسوله واحد، تزور الحسين حتى وان سخط السلطان عليك اثنين، تزور الحسين وكل شيء يجري عليك بسبب زياره الحسين تعتبره كثير يا قليل. قليل ابشر ثم ابشر ثم ابشر، يعني ثلاثه بثلاثه، انت تزور الحسين بثلاثه ابشرهم شنو؟ ثلاثه. يا اخي هاي شنو من الروايه؟ تعال فهمني هاي شنو من الروايه؟ الله اكبر الله اكبر، هاي شنو من الروايه؟ بالله تعال احبابي انتم تزورون الحسين ذني ثلاثه خلوهن ببالكم حتى زين العابدين يخاطبكم، كل واحد منكم يخاطبه يقول لك ابشر ثم ابشر ثم أبشر.
أريد منكم ثلاث أمور هو الإمام يريدها سأل بها، واحد أو هو زائد قال الإمام بها، واحد أن نزور الحسين لرضا الله ولرسوله، اثنين نزور الحسين وإن سخط من سخط، ثلاثة نزور الحسين وكل شيء يجرى علينا بسبب زيارة الحسين نعتبره شنو؟ قليل، وأقول لك تستاهل يا نور العين تستاهل. هاي ثلاث أمور الإمام قال له أبشر ثم أبشر ثم أبشر. زين، ها وصلنا على أهمية الرواية في أولها الإمام يبين وأهميتها في آخرها هم الإمام يبين. هسا الآن اسمع في أولها شي يقول للسجاد، فلأخبرنك بخبر كان عندي، باوعولي باوعولي، فلأخبرنك بخبر كان عندي في النخب المخزونة. هذا الخبر راح أقول لك بيه وين كان؟ بالنخب شنو؟ المخزونة. زين، هذا شنو من خبر اللي علي بن الحسين يقول له هذا عندي بالنخب المخزونة؟ شنو من خبر هذا؟ فإنه لما أصابنا بالطف ما أصابنا يوم العاشر، وقتل أبي وقتل من كان معه من ولده وإخوته، الإمام إلى أن يقول كادت نفسي تخرج رتموت. السجاد يقول له رتموت، روحي كادت أن تخرج من جسدي، فتبينت ذلك مني عمتي زينب الكبرى، عمتي درت بي أنا راح أموت، روحي راح تخرج من جسدي، فقالت ما لي أراك تجود بنفسك يا بقية جدي وأبي وإخوتي، شبيك تلوج؟ فقلت وكيف لا أجزع وأهلع وقد أرى سيدي وإخوتي وعمومتي وولد عمي وأهلي مصرعين بدمائهم. زين، إلى قالت زينب شنو أقول شنو أترك شنو أبين؟ هاي ماكو ضجة الملائكة إلى الله بحيث رب العالمين قالهم هدؤوا هدؤوا صبروا، بهذا المهدي راح أنتقم من قتل الحسين على كيفكم. الإمام يقول أنا رت أموت يوم العاشر. زين، إذا علي بن الحسين رادت تخرج روحه من جسده وهو الإمام المعصوم وهو سيد الملائكة وهو إمام الملائكة، يقول كادت روحي أن تخرج. زين، الملائكة شنو صار حالها؟ بقية مخلوقات الله شنو صار حالها؟ فكروا بذلك، فكروا بذلك. الملائكة الله تعالى هدأهم برؤية المهدي، أما الإمام السجاد زينب هدئته، زينب صبرته، زينب هدأت روعه بحديث معهود عن رسول الله. بعهد معهود عن رسول الله. يقول فتبين ذلك عمتي زينب فقالت، شوف شوف الكلمة شوف الكلمة شوف الكلمة، لا يجزعنك ما ترى، فوالله إن ذلك لعهد من رسول الله إلى جدك وأبيك وعمك. شنو العهد؟ لقد أخذ الله ميثاق أناس من هذه الأمة إلى أن تقول وينصبون لهذا الطف علما. عم علي، شوف هاي التراب اللي عليه الحسين، هذا راح يصير مزار عهد معهود من رسول الله، هذا راح يصير مزار والناس تزوره من كل مكان، فاصبر عم علي. رب العالمين صبر ملائكته وبقية مخلوقاته بالإمام المهدي، السيدة زينب صبرت الإمام السجاد بأن الحسين سيخلق الله له شيعة ومحبين
يعمرون قبره وينصبون علم على قبره والناس تقصده من كل فج عميق. طبعا السيدة زينب هاي سنة 61 للهجرة قالتها كأنها اليوم شنو؟ كأنها اليوم شنو؟ بيننا، وتصف ما سيكون على قبر الحسين، تقول له ينصبون لهذا الطف علما لقبر أبيك سيد الشهداء لا يدرس أثره ولا يعفور اسمه على كرور الليالي والأيام. الظلمة هم راح يجتهدون على شنو؟ على إخفائه. كل ما يشتغلون على إخفاء قبر الحسين، زينب تقول له كل ما شنو؟ يعلو قبر والدك الحسين وشأن والدك الحسين، كل ما يشتغلون ضده أكثر كل ما هو هم شنو؟ يعلو يكبر أكثر. زينب صبرت الإمام السجاد بهاي الكلمات. أنا تدرون شنو اللي يهمني بالرواية؟ اللي يهمني هذا محل الشاهد هنا. ثم ولا يجتهدن أئمة الكفر وأشياع الضلال في محوه وتطميسه فلا يزداد أثره إلا ظهورا وأمره إلا علوا. الإمام السجاد يقول قلت لعمتي زينب شنو هذا العهد المعهود وشنو هذا الخبر اللي إجاكم عن النبي؟ السيدة زينب قام السولف خبر النبي للسجاد اللي هو أكثر من صفحتين. من جملة ما في هذا الخبر الآتي، تعبت مني وأكمل أكمل والله، شوفوني شوفوني، من جملة ما في الخبر، من جملة شنو ما في الخبر، فإذا كان ذلك اليوم الذي يقتل فيه سبطك وأهله تزعزعت الأرض من أقطارها. شوفوا شوفوا هذا، أنا أصلا هاي الكلام جبته كله على هاي الحكاية. تزعزعت الأرض شنو؟ هاي يوم العاشر من أقطارها، ومادت الجبال وكثر اضطرابها، واصطفقت البحار بأمواجها، وماجت السماوات بأهلها غضبا. شوف شنو اللي صار، السماوات ماجت، الجبال مادت، الأرض البحار زين، غضبا لك يا محمد هنا. فيوحي الله، شوف تدخل رب العالمين مثل ذيك الرواية اللي قريناها البارحة. شوفوا الأمور وين وصلت، اللي رب العالمين يكلم كل المخلوقات اللي ضجت يوم عاشوراء، هو يكلمها، هو يصبرها، هو يسكنها، هو يسكتها، هو تعالى يهدئها. شوفوا الأمور وين وصلت يوم العاشر. تقول الرواية فيوحي الله إلى السماوات والأرض والجبال والبحار ومن فيهن إني أنا الله الملك القادر. لا تتصورون هذا الصار بالحسين، أنا ما أقدر يعني موتشي، الذي لا يفوته هارب ولا يعجزه ممتنع، وأنا أقدر فيه على الانتصار والانتقام. شوفوا الأمور وين وصلت، اللي رب العالمين هيك يقول للمخلوقات بعد قتل الحسين. وعزتي وجلالي لأعذبن من وتر رسولي وصفيي وانتهك حرمته وقتل عترته ونبذ عهده، بعدين يقول عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. طبعا هذا المعنى اللي يقول رب العالمين هنا لما ضجت الخلائق ورب العالمين كلمها، يريد يهدئها يهدئها يهدئها، يريد يقول لهم أنا منتقم، أنا قادر، أنا ذولا راح أعذبهم عذاب ما أعذب أحد من العالمين. هاي هنا رب العالمين قال للخلائق بما قاله في سورة الفجر وهي سورة الحسين، فيومئذ، ليش ما تقولون وياي؟ فيومئذ لا يعذب عذابه، هاي في سورة الفجر في سورة الحسين،
هاي في سورة الحسين سورة الفجر يا أيتها النفس المطمئنة. نفس هذا المعنى اللي رب العزة نفسه قال في سورة الفجر هنا بهذا الحديث المعهود من رسول الله رب العالمين يخاطب المخلوقات عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. زي رب العالمين لما قال للسماوات والأراضين والجبال والبحار ومن فيهن ومن عليهن خلاص سكتوا. شوف الرواية شو تقول، تقول فعند ذلك يضج، أوه شنو هذا الحكي، فعند ذلك يضج كل شيء في السماوات والأراضين، كل شيء يضج لما رب العالمين كلمهم بشنو؟ بلعن من ظلم عترتك واستحل حرمتك. يعني ما بقي شيء من الأشياء في السماوات في الأراضين ما بينهما ما فيهما ما عليهما إلا وضج بلعن قتلة آل محمد والحسين عليه السلام، قتلة الحسين. شنو صار يوم العاشر؟ شنو صار يوم العاشر؟ الزيارة المعروفة لسيد الشهداء الواردة في الكافي وواردة في كامل الزيارة لابن قولويه وواردة في أهم المصادر الشيعية، بكاك ما يرى وما لا يرى، ما لا يرى ما لا يرى، أشهد أن دمك سكن في الخلد واقشعرت له أظلة العرش، اقشعرت 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 له أظلة العرش اقشعرت. هسه ليش أظلة العرش؟ النبي عرج به إلى السماء ليرى مكتوبا على العرش إن الحسين مصباح هدى. هو يقول رأيت مكتوب على العرش، فلما قتل الحسين اقشعرت أظلة العرش المكتوب عليها الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة كما روى رسول الله ذلك. دباوعولي بل في كامل الزيارة والكافي وغيرهما أنه بكاك من يتقلب في النيران. والله هاي ايش تفهمها؟ واحد يحترق بالنار يقول له بكاء عليك يا أبا عبد الله في كامل الزيارات اللي يتقلب في النار. شنو صار يوم عاشوراء؟ أقول حكي حكي عجيبة هذه الرواية، عجيبة عجيبة هذه الرواية. المهم مولانا آخر شيء أقول لكم إياه، آخر شيء التفتوا لي الدور آخر هاي الرواية اللي هي في النخب المخزونة عند علي بن الحسين عند النبي عند علي بن أبي طالب عند الحسن عند الأئمة الأطهار. آخر شيء الرواية تقول اللي يزورون الحسين من يأتيه زائرا من أمتك متقربا إلى الله وإليك يا محمد زين بذلك وأسماء آبائهم كذا ويوسمون في وجوههم بميسم. كل من يزورك يوسم شنو؟ ها يوسم بميسم بوجهه. زين احنا بأول ليلة هنا أنا شنو قلنا؟ قلنا أهل البيت رواية الكافي أهل البيت يعرفون أنصارهم يوم القيامة بشنو؟ سيماهم. هاي رواية النخب المخزونة تقول هذا السيماء والوسم اللي يكون على الجباه بعض الناس يوم القيامة اللي أهل البيت يعرفون أنصارهم من خلاله بزيارة الحسين. هاي شوف الرواية أقول شيء عجيب. يقول ويوسمون في وجوههم بميسم نور عجيب واقعا بميسم نور عرش الله. سؤال ليش ميسم نور عرش الله؟ لأن عرش الله شنو مكتوب عليه؟ إن الحسين مصباح، مصباح يعني نور يوم مو نور، فليزور الحسين يحصل من نور شنو؟ مصباح العرش. أقول فالشي كبير، والله شي كبير، والله شي كبير هذه الرواية. دخل عيد يعني هاي بس هاي الحكاية
ويوسمون في وجوههم بميسم نور عرش الله. ماذا يوسمون؟ هذا زائر قبر خير الشهداء. فإذا كان يوم القيامة سطع في وجوههم من أثر ذلك الميسم نور زين تغشى منه الأبصار، يدل عليهم ويعرفون به. فإذا يعرفون كلا بسيماهم كما في سورة الأعراف، سيماء شنو؟ نور عرش الله. بسبب شنو؟ زيارة الحسين. هذا نور العرش منين إجا؟ مما هو مكتوب في العرش، ورآه رسول الله حين عرج به إلى السماء، إن الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة. آخر شيء بنص دقيقة، نص دقيقة، آخر شيء، آخر شيء. قال زائدة، آخر الرواية، قال زائدة: ثم قال علي بن الحسين بعد أن حدثني بهذا الحديث: خذه إليك، أخذه أم باعوني، لا باعوني باعوني، بعدين بعدين خلي كمل هاي، خذه إليك أما لو ضربت في طلبه إباط الإبل حولا لكان قليلا. والله لو تركب الإبل مالتك سنة كاملة حتى تحصل هذا الحديث اللي أنطيتك إياه، شنو؟ قليل بحقه، سنة كاملة تبحث عنه. فالإمام بيّن أهمية هاي الرواية في أولها، وبيّن أهميتها شنو؟ في آخرها. والرواية تبين الأمر اللي البارحة قلت لكم، هذا شوية راح أتعطل يمه، أنه يوم عاشوراء اضطرب كل شيء واقشعر وغضب واستشاط غضبا وسأل الله، ورب العالمين سكن ذلك وهدأ ذلك وصبر ذلك بإمام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف، لما قالهم بهذا أنتقم من هؤلاء، بالمهدي أنتقم. فتوقع هذا شنو من إمام عظيم سلام الله عليه. رب العالمين يهدئ بي ملائكته وسكان سماواته، شنو من إمام عظيم هذا. هذا ملف يربط موضوع الإمام المهدي بمن؟ بالإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. حيثية أخرى، وقت ما ظل عندي الظاهر، ما ظل عندنا وقت، ما ظل عندنا وقت أخوة، يقولون نريد نعيهم. حيثية أخرى أؤجلها إلى الليلة الآتية، باشر أبين كل حيثيات بسرعة، حيثيات اللي تربط يعني ما تبقى من حيثيات تربط بحث الإمام المهدي بسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. زينب دخلت الكوفة، ضعن السيدة زينب شنو؟ دخل الكوفة، وزينب قالت الشمر ابن ذي الجوشن أخذنا على الطريق الفرعي لا تأخذنا على الطريق العام، فتعمد بإدخالهم على الطريق العام مو الفرعي حتى يأذيهم عليهم السلام، وخلوا العائلة واقفة بالسوق لساعات وساعات يتفرج عليها الناس، تتفرج عليها الناس، العائلة بالسوق والناس تتفرج عليها في الواقع. طبعاً الحكي على المنبر سهل، هذا من أحكي على المنبر سهل، بس بالواقع واحد مكتف بسوق، ذاك يضربه بحجر، هذا يشتمه، هذا يسبه، ذاك يحكي عليه، قضية صعبة والله، كلش صعبة، والله كلش صعبة. النبي أيوب عندنا بالروايات لما طاب من مرضه سألوه قالوا له أكثر شيء أذاك المرض، قالهم لا، قالوا له شنو؟ قالهم شماتة الأعداء، أعدائي كانوا يمرون علي يشوفوني مريض يقولوا لي ها خابصنا بربك وربي قادر وربي كذا، شاوانا ربك ما يعالجك ما يشافيك ما يشفيك ربك، شو مريض أيوب؟ قالهم هاي الكلمات أذتني أكثر من مرضي شماتة الأعداء. اتوقع بني علويات مكتفات كلهن، يعني أضرب لك مثال، بالكوفة والعلويات بالسوق، واحدة من الكوفيات شالت حجارة وضربت راس الحسين، والراس على الرمح، ضربته بحجارة. زينب قالت لها شل الله يدك، الله يشيل إيدك، فشلت يدها وماتت لعنة الله عليها. قالت لها الله يشيل إيدك، راس مقطوع الضربي بحجارة ليش؟
ليش؟ شنو هالحقد هذا؟ توقع يعني مولانا النساء بالسوق، عشائر الكوفة اجوا الابن مرجانة قالوا له يابا نسواننا بالسوق باعتبار ذني زوجات الأنصار كل وحدة من عشيرة كل وحدة من قبيلة، فقالوا له يابا نريد نسواننا، قتلتم الرجال اعطونا النساء. ابن مرجانة سأل مستشاري قالوا له نطيهم النساء، شو نسوي بنسائهم دول عشائر وهاي كل مرة من عشيرة زوجات الأنصار، انطيهم نسوانهم خلصنا منهم، ليش يسووا لك مشكلة بالكوفة؟ ترى الكوفة متكهربة ضدك، تقتلت الحسين ترى. قل للعشائر كل واحد عنده مرض هذا خل ياخذها، ما عندنا مشكلة احنا خل ياخذها. اجت العشائر وقفت بالسوق على ضعن آل البيت المكتف بالسوق وواقف. عشيرة آل فلان صاحوا شكوا مرة من آل فلان خد تطلع طلعا. عشيرة آل علان شكوا مرة من آل علان طلعا. عشيرة آل كذا طلعاً، عشيرة آل فلتان طلعاً. الإمام زين العابدين يقول أنا دنقت حياءً من عمتي زينب، استحيت، يقول دنقت، ماكو واحد يصيح بنات محمد أبداً، ما حد صاح بنات محمد. يقول بعدين أثناء ما النسوان تطلع حانت مني التفاتة لعمتي زينب، رأيتها تنظر يميناً وشمالاً، قلت لها عمة باوعين يمنى يسرى ليش؟ قالت عمة كل العشاير جوليها وبالسوق صاحوا بساميها. والله عمة علي وفلوغ الحبال من ديها، خافوا عار لا يلحق عليها. قالوا عار على العشاير أن بناتهم واقفات بسوق والناس يباوعونهن، والله عار مو على العشائر، عار عليكم أخذتوهن يوم ما أخذتوهن، عار عليكم إلى يوم القيامة لأن خليتوا عرض محمد واقف بالسوق. يا ما تستحون، الله أكبر. النبي جابوا له بنت حاتم الطائي قالهم منو قالكم تسبون مرة؟ أنا قلت لكم تجيبون مرة تشتفوها، منو قالكم؟ فتحوها فتحوها، قالت أبوك كريم بس مو أكرم من اشتردين حتى أكرمك وأعوضك. قالت لقومي يا رسول الله كلهم تتركهم، قالها قومك كلهم إلك أخذيهم وروحي. قالت للتكريم يا محمد، النبي هيك حافظ على أعراض الناس وعلى، وإذا عرض محمد بالسوق يتفرج عليه الميس وملاحظ يا وشفة والله. خاف وعار لا يلحق عليها. بعد إيش قالت له؟ يا بظلت أبو علي ظلت بس خواتك ما حد لين يجي ويصيح يا أخويا بسمن مأيسات من جية أهلين ما ظل ولي ما ظل ولي يا أخويا عدن. اسمع هالبيت أحرق قلبك. قل لأخويا كل من عشيرة ألفوها، اسمعني خويا كل من عشيرة ألفوها ومن بياناتنا طبا وخذوها، يا عدا خذوها بس ظلت المذبوحة خوها، يا وسفة خويا بس ظلت المذبوحة خوها، زيانة تلاحقوها تلاحقوها. أخذوا نسوانهم وبقى بنات محمد، عاد زينب دز الطارش. أنت عربي، العربي هذا الحكي يأذيه، هذا الحكي خليه يغضب، العربي الأصيل هذا الحكي ابن الأصل والفصل ابن الحسب والنسب، هذا الحكي يأذيه يأذيه يموت، هذا الحكي هذا ابن المضيف ابن الديوان ابن القيم ما يتحمل هيك حكي. زينب دز الطارش صاحت من يرقى السبوق ويقطع البر، يابا من يرقى السبوق ويقطع البر، والله يقطع البر ويا صلحة هني 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 ويا الفجر لطر، يعني ما يتأخر
حتى لو المدينة بعيدة أريد الصبح يوصل، لأن شغلتي مستعجلة يا أهلي. والله من يرقى السبوق ويقطع البر ويوصل حيهلي، ويا الفجر لو طر لو صاح الأذان الله، أهلي يقعدون للصلاة وأكبر. يا بديان بيوتها يقوم يتخطر ويطر ديوان عبد المطلب طر، وينادي وين حمزة وين جعفر يا أهلي. شلون حكي هذا؟ هذا حكي يموت، هذا عمي يموت هذا. والله يطر ديوان عبد المطلب طار وينادي وين حمزة وين جعفر، ظل بالبرار بنات حيدا. قلبك تأذى يوم ما تأذى، هذا حكي يموت هذا. بعد ايش قالت؟ قالت للطارش قلهم لأهلي، قلهم قلهم واجب يا أهلي تدرون واجب علوياتكم بين الأجانب. والله بين الأجانب عجزنا من البشي ونام الخرايب، يا محمد يا صنديد الحرايب، كل من يدعي بحقه ويطالب يا أخويا.